1978، الارجنتين بحكومه ديكتاتور اسمه خورخي فيديلا. الراجل ده كان بسم الله ما شاء الله، ما فيش حاجه غلط الا ما كان بيعملها في البلد، معتقلات تلاقي، اي حاجه تلاقي من اللي قلبك يحبه. جاله كاس العالم على الطبطاب، بسم الله ما شاء الله. كاس العالم اول ما جاله الراجل عرف يستفيد منه باي طريقه. البطوله كانت وقتها مجموعتين، الراجل كان كده كده مخلص البطوله قبل ما تبدا للارجنتين، بدليل الجون بتاع زيكو في مباراه البرازيل والسويد. الكره في الدقيقه 45 بتتلعب عرضيه، زيكو بيلعبها بدماغه العكبه احمد صفر، اللي هو استنى عم الحاج الكره طلعت من دماغ الواد، الكره دخلت جون، وبعد كده البرازيل طلعت من البطوله. وكمان في نفس الوقت الارجنتين كانت محتاجه تكسب بيرو 4-0 علشان خاطر توصل لدور النهائي، فتقوم الارجنتين تكسب فعلا 4-0 وتوصل للنهائي وتاخد البطوله. والمذيع يقول لك الارجنتين العظيمه اللي انتقدها الجميع، الارجنتين بتثبت روعتها بكره القدم، الارجنتين بتثبت للعالم كله انها عرفت تنظم كاس عالم ما فيش حتى يقدر ينظمه. وفي الاخر البطوله كانت متباعه، هم كانوا عارفين البطوله متباعه، بس في نفس الوقت اهم حاجه ان ايه، خد اللقطه والمصدر سين. مش بيفكرك بحاجه الكلام ده صديقي، مش بيفكرك برئيس جمهورية كان بيتكلم على مباراة ربع النهائي ما بين مصر والسنغال في حين ان عبارة السلام كانت غارقة في البحر، ووقتها السلطات كانت بتتقاعس على ان هي تنقذ الناجين. كرة القدم يا صديقي عشان تعرف تسيطر على اي دولة لازم يكون عندك سنس رياضي، وده بالظبط اللي عمله البطل بتاع الحلقة بتاعتنا فرانشيسكو فرانكو. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفك والله يا صديقي هتقول ايه علاقه كره القدم بالسياسه وايه يا ابني اللي انت هتقوله في البدايه. هقول لك حاجه بسيطه، عايز تتكلم كتاريخ روح اتفرج على كاس العالم 1934 وكاس العالم 1938 وشوف مين البطل بتاعهم. هتلاقي ايطاليا الفاشيستا تحت قياده موسوليني. موسوليني كان بيحب كره القدم وكان شايف ان هو لازم ياخد كاس العالم عشان كان بيطلب معاه ان هو يبقى بطل العالم ويرفع الكاس والكلام ده، وكمان اللعيبه كانت بتلبس شيرتات عليها اعلام الفاشيستا، والراجل كان مظبط الدنيا علشان خاطر يا جماعه كل حاجه تحت قيادتي، وحتى اللعيبه بتلبس شيرتات على الشعارات بتاعتنا، فكل حاجه كانت مظبطه لموسوليني. وبعدها ايطاليا ما شمتش كاس العالم غير في 1982، يعني شوف كام سنه من بعد موسوليني ما ساب الحكم. عارفك هتقول لي ايه علاقه ده ببرشلونه وايه علاقه ده بريال مدريد؟ اقول لك فرانشيسكو فرانكو يابا كان الناحيه الثانيه في اسبانيا على العكس، الراجل كان مستني اي حاجه عشان تحصل علشان خاطر ربنا يكرمه ويعمل انقلاب عسكري. لا ايه ان هتلر وموسوليني هم اللي داخلين في الليله وهم اللي مسيطرين على العالم، في حين ان اسبانيا كان بيحكمها مزيج ما بين اليساريين والشيوعيين، فالراجل راح لهتلر وقال له يرضيك يا عم الحاج في ظل كل اللي انت بتعمله في اوروبا ده، اسبانيا يكون بيحكمها شيوعيين ويساريين؟ قال له عايز ايه؟ قال له عايز شويه جنود وعايز شويه دعم عسكري علشان خاطر نظبط الدنيا واسبانيا تبقى تحت حكمكم يابا، وسيبك من هم الشيوعيين والكلام الفاضي ده. تمام يا عم فرانشيسكو، خد الطيارات اللي انت عايزها وخد المقاتلين اللي انت عايزها، اهم حاجه انك تشيل النظام الشيوعي ده. الراجل قعد 3 سنين يتخانق وثلاث سنين يموتوا بعض لحد ما كملوا نص مليون، وبعد كده قال لك بس سيطرت على البلد وخلصت كل حاجه. لا اكليم الباسكو واكليم كاتالونيا عندهم مشاكل، بيقولوا بص احنا زمان كنا تحت الحكم الذاتي، يعني ما كانش لينا اي دعوه باليساريين ولا الشيوعيين. قال له لا لا انا راجل ديكتاتور محترم ما بقصرش ما بين اللي كانوا تحت حكم ذاتي واللي ما كانوش تحت حكم ذاتي، اسبانيا كلها تبقى تحت حكمي. قال لك بس احنا لازم نعرض الراجل ده، وساعتها الشعراء كانوا بيطلعوا يشتموا في راجل، فالراجل اول ما دخل راح مسك شاعر كبير كده كنت فاكر اسمه امبارح بس نسيته النهارده، وبعد كده راح عدمه. قال لك بس الراجل ده مش نوع على خير. بعد كده اقليم كاتالونيا اتجمع ان احنا لازم نحارب النظام بتاع فرانشيسكو فرانكو، واتجمعوا في ملعب الكامب نو وكانوا بيطلعوا منه على الراجل وان احنا نعمل مقاومه عسكريه والكلام ده، فالراجل راح تكت ملعب الكامب نو وراح داخل واخد رئيس برشلونه وراح عدمه، ويلا بقى اللي عنده معزه يربطها، وراح مخلص الموضوع. على الناحيه الثانيه كان شايف ان هو كره القدم حاجه هو بالنسبه للجمهور، فانا محتاج اسيطر على الجمهور اللي بيحب كره القدم ده، فراح مطلع نادي القوات الجويه الا وهو اتلتيكو مدريد. اه يا اسطى اتلتيكو مدريد كان في الدرجه الثانيه، الراجل قال لك مش ده تبعنا، نطلعه للدرجه الاولى وهنجيب له شويه لعيبه وكمان اللي بيعرفوا يلعبوا كره في الجيش هنحطهم في الفرقه. نفع الكلام ده؟ ما نفعش، لانه لقى في مشكله من ناحيه العاصمه مدريد من جانب ريال مدريد، كانوا برضو بيحذروا وبيدعموا الناس اللي عندها مشاكل مع فرانشيسكو فرانكو عشان خاطر الراجل تغير في اي حد كان بيقف ضده. ريال مدريد ورئيسه ساعتها السيد سانشيز جيرا كان بيدعموه، فبعد كده راح قال له بص انا عايز اسيطر على ريال مدريد بما ان ريال مدريد ده فريق كبير وهو اللي عنده اغلبيه الناس المشجعين في مدريد العاصمه والكلام ده. فالراجل قال له لا 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 انا اساسا راجل شيوعي ويساري والناس اللي كنت بعارضك، فازاي هسلمك ريال مدريد على المفتاح؟
ناوي تيجي بالطريقه الثانيه. فعلا جابه بالطريقه الثانيه ونفخه ونحره وقبض عليه، ومع ذلك الراجل قال له بص خد ريال مدريد وخد مدريد كلها، بس ابن اخلع على باريس علشان خاطر انا زهقت من التعذيب هنا. فعلا ساب راح على فرنسا، بعد كده جاب واحد من المواليلي ومسكه. بعد ما مسكه ريال مدريد قال لك يا جماعه في منافسه ما بين برشلونه وريال مدريد على صفقه دي ستيفانو. قال لك بص ما فيش حاجه اسمها لعيب اجنبي هيخش برشلونه او هيخش اقليم الباسك، هم لازم يعتمدوا على اللعيبه المحليين بتوعهم، مش هم بيعرضوا هم بيتكلموا وبيطلع لهم صوت، فلازم ان هم يحترموا نفسهم وما يجيبوش اي لعيب اجنبي. حتى ساعتها الراجل لعب لبرشلونه ماتشين وديتين، وبعد كده قال لك لا احنا مش عاجبنا الوضع ده، مش هيلعب دي ستيفانو ببرشلونه. بعد كده راح الاتحاد الاسباني قال لك بصوا من الاخر كده دي ستيفانو مش هيلعب غير في ريال مدريد، وممكن تاخدوه بالتناوب، يعني انتوا سنه وهم سنه. برشلونه كان ساعتها الراجل رئيس النادي راجل موالي لفرانكو، قال لك بصوا هاتوا الفلوس اللي احنا دفعناها للفرقه بتاعته اللي هي تقريبا كانت بوكا جونيور، وخلاص يا معلم خلصنا الدنيا ومبروك عليهم. دي ستيفانو، دي ستيفانو ده جاب لريال مدريد 5 بطولات دوري ابطال اوروبا باسمهم الحالي، وحاجه معلم بيزنونا بال13 والكلام ده، مع ان برضو كان في ناس بتطالب ان الخمسه دول يتلغوا، ان 6 بطولات دول يتلغوا. هم كانوا 5 جابهم دي ستيفانو، مش عارف هم قال لك لازم بطوله 60 يتلغي دي، مش عارف يعني. كان بص يا طلبت معاهم ان هم اللي وصلوا 6 بطولات، بس في الاخر ما فيش اي حد لغى اي حاجه، وصلت بطولات دول لسه مستمرين في تاريخ ريال مدريد وكل حاجه كانت متظبطه. فالراجل بقى المباراة الأشهر في تاريخه كانت 1943. 1943 حصلت، كانت مباراة معلم نص نهائي كاس الجنرال اللي هو فرانشيسكو فرانكو، وكانت المباراة ما بين ريال مدريد وبرشلونة. ماتش الذهاب كان في الكامب نو ساعتها، وبرشلونة كسبت 3-0 والموضوع كان زي الفل. اسكت على كده جمهور برشلونة قعد يشتم في لعيبة ريال مدريد وبيتهموا ان هم مولين نظام فرانكو وكل ده، وقعدوا كمان يشتموا في فرانكو نفسه، ففرانكو نفسه سمع الكلام ده كان خلصان. قبل المباراه قال لك يا معلم بص في ناس من المدعين الامنيين نزلوا قال لك يا جماعه لازم برشلونه تخسر مباراه علشان خاطر احمد ربنا ان احنا بنلعبكم معانا وبخليكم مصهرين وسط المجتمع الاسباني، وانتوا اساسا الناس ما عندكمش وطنيه للنظام اللي بيقوده الاسطوره والمميز جدا فرانشيسكو فرانكو. فالكلام ده قال لك لا الكلام ده مش حقيقي، بس الحقيقي ان هو في ناس برضو بتقول ان في مدعي امني نزل ما بينه شوطين ولا لعيب برشلونه لو ما اتغلبتوش هتتعدموا. وبعدها اللعيبه نزلت الملعب، النتيجه كانت 1-1 في الشوط الاول، فجاه كده بقت النتيجه 11-1 في الشوط الثاني. والغريبه كمان في المباراه دي ان بيقول لك ساعتها حارس المرمى والجمهور كان عمال يهدد فيه يقول له لو وقفت هنا هنقتلك وهننحرق. الحارس ده كان حارس برشلونه طبعا، بس بعد كده ربنا كرمه والراجل ساب الجون وراح واقف في نص الملعب يقول لعيبه ريال مدريد خد الكوره هات جون، خدش الكرة جيب. انا اوصل لحد الجون واجيبها برجلي، انا مستني مساعدة منك انت حشرة، ده انت هتتنفخ. المهم برشلونة ساعتها اتنفخت 11، مش دي المشكلة، المشكلة ساعتها الاعلام الاسباني قال لك يا جماعة مفيش اي حاجة غلط عادي، في ايه يعني برشلونة خسر 11؟ الماتش الاولاني كان خسر 13 يابا، والماتش الاولاني كان خسر 8 من اتلتيكو، اللي هو يا حبيبي انت شايف كل اللي بيحصل في الملعب ده وبتقول للناس برضو ان ده صح، بس عادي انت مستني ايه يعني؟ بص كل الكلام ده كان موجود في فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالميه الثانيه وموسوليني وهتلر ما خسروا، الراجل قال لك بس احنا نلم الليله بقى ونسيبهم اللي هم عايزينه في الكوره، واهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نظبط المنتخب الاسباني علشان خاطر بطوله اوروبا. بطوله اوروبا اللي هو كان هربان منها 1960، وقال لك انا ما ينفعش اروح اواجه الاتحاد السوفيتي. ليه؟ ما الاتحاد السوفيتي كان واقف ضدي لما عملت انقلاب عسكري، وساعتها ايطاليا والمانيا كانوا بيدعموني، والاتحاد السوفيتي زي اي حاجه بيدعم العكس زي ما قعدوا يعملوا هم امريكا في الحرب البارده كده، انت تخش شمال انا اخش يمين، هو بالظبط كان ماشي النظام ده زمان. وبعد كده الراجل كسب الاتحاد السوفيتي في 1964 في بطوله اوروبا، وقال لك بس انا هزمت الاتحاد السوفيتي وانا القائد العظيم. وساعتها برضو اسبانيا فرحت وقالت لك الحياه بالنسبه لنا زي الفل، لدرجه ان الصحفيين بيقول لك ان الجماهير ساعتها في اسبانيا كان اهم حاجه بالنسبه لها تشوف مباراه ريال مدريد اونلاين ومشاهده مباشره، ودي كانت حاجه جديده جدا في العالم ان في مباريات مباشره بتتذاع على التلفزيون، بس اهم حاجه بالنسبه للمواطن الاسباني مش انه في ديكتاتور نفخه ونحره وبيعمل معاه الغلط، كان هو يتفرج على مباراه ريال مدريد ويقعد يتخانق هو والناس على ان ريال مدريد هو يستحق يكون البطل ولا ما يستحقش يكون البطل، ولا انتوا خونه من بتوع اقليم كاتالونيا والكلام ده. فبص يا صديقي هو اي ديكتاتور صايع كده بيلاقي ان كره القدم ماده مهمه جدا ان هو يحاول يسيطر على الشعب، لانها بالمناسبه هي افينه الشعوب حقيقه، اهم حاجه ان احنا نشوف كوره.
بس الكلام ده مبقاش بياكل دلوقتي، لان احنا تلات ارباع الكلام ده احنا عرفناه، ودليل كده ان احنا بنتكلم دلوقتي. يا جدع المشكله ما بين جماهير شالكا وجماهير بايرن ميونخ هي ان هما الاثنين بيتموا بعض، ان هتلر كان بيشجعكم يقول لهم لا لا هتلر كان بيشجع البايرن. فبص يا اسطى، هو الدكتاتوريين كانوا بيحبوا كره القدم ما تعرفش ايه، ومن كتر حبهم في الكوره اتدخلوا فيها، ولما اتدخلوا فيها بوظوا الدنيا. ولو بوظوا الدنيا في ناس دلوقتي بتطلع يعني تتفخر ب 13 بطوله، 13 بطوله لو شافوا اول 6 منهم هلاقوا ان هم كانوا بطولات وديه وبطولات كمان جابها لهم دي ستيفانو اللي هو اساسا ما كانش حق ريال مدريد وكان لعيب من حق برشلونه. بس عادي يا اسطى، انا مش هنا علشان اقول ان الراجل كان بيشجع ريال مدريد، الراجل كان بيساند ريال مدريد زي ديكتاتور صايع بيعرف ينام الناس. ريال مدريد ساعتها كان سفير للكره الاسبانيه وكان سفير كمان لحكومه فرانشيسكو، كان كمان بدليل ان وقتها وزير الخارجيه بتاعت فرانشيسكو قال رئيس ريال مدريد، قال له انتوا بتعملوا لنا حاجات مهمه جدا احنا مش عارفين نوصلها للعالم، وانتوا بتوصلوا رسائل جيده جدا على النظام، احنا قعدنا سنين لحد ما عرفنا نوصلها للناس، وانتوا بوابتنا للعالم كله. فعرفت يا اسطى، هو الراجل اللي كان واقف مع ريال مدريد برشلونه وقت فرانشيسكو خد بطولات، بس برضه وقت فرانشيسكو ما كانش مسموح لاي حد كتالوني ان هو يعرض او ان هو يتكلم، لان زي ما قلت لك الموضوع كان موضوع سياسه. فرانشيسكو كان عايز يسيطر على اقليم كتالونيا واقليم الباسكو، اهم حاجه ان هو يسيطر عليهم سياسيا، بعد كده يكسبوا يخسروا بقى يولعوا الجاز مش فارق معاه. بس هو كان فارق معاه ان هو ما بيحبهمش، تقال على قلبه يا جدع عايز منه حاجه. بص يا اسطى، انا عارف ان الساح ده دول غالبا انت توت مني، بس عايز اقول لك حاجه، كره القدم الحاجات اللي هي تاريخها مش نظيف قوي، لان ثلاث ارباع الدكتاتوريات اللي عدوا في العالم تركوا بسمتهم في كره القدم. وروح شوف مارادونا وهو بيتكلم دلوقتي على كاس العالم للشباب، وهو بيتكلم على كاس العالم 1978، وان ازاي فيديلا كان واحد من الناس المؤثرين في البطوله، وان ازاي البطوله كانت موجهه للارجنتين، وشوف المعايره اللي بيعايرها هو النجوم بتاع الجيل ده. في الاخر يا صديقي كلها كله رايح على راي عم ديار. شكرا لسه انا كملت الفيديو لاخر ده، انا وصلت لحد ال10 دقايق دول وما عملتش.